قصف روسي لمعسكر مقاتلين دربتهم المخابرات الأمريكية، وبوتين يتحدث عن تنسيق مع بنتاغون. روسيا تبدي الاستعداد لدراسة شن ضربات في العراق إذا طلبت بغداد. العبادي يتحدث عن معلومات مفيدة عن داعش مصدرها روسيا وسوريا. واشنطن تنفي وجود أي قوات برية أمريكية مقاتلة في العراق. مصادر لبنانية تتحدث عن وصول قوات إيرانية برية تصل إلى سوريا. التحالف الدولي يهاجم مواقع داعش في سوريا والعراق ب22 غارة. التحالف يستعيد السيطرة على مضيق باب المندب الاستراتيجي بعد معارك أوقعت عشرات القتلى من الحوثيين. البشمركة تستعيد المزيد من الأراضي في كركوك من قبضة داعش.